هذا المقطع راح نشوف مع بعض حبايبنا صحوة موكو جديدة. طبعا هون مثل ما انتم شايفين هي الأولى والثانية هون حبايبنا. So ladies and gentlemen حبايبنا الكرام كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله كيف تام يا أحلى ناس حبايبنا. مثل ما انتم شايفين شباب اليوم عنا موكو الاثنين المطورة أو بين قوسين الصحوة تمام، والثانية اللي هي العادية اللي كنا بنعرفها شباب مثل ما انتم شايفين. سؤال شباب، رح ندخل قبل اي شيء قبل كل شيء رح ندخل نشوف الحبيب والله طولي بالكم. هون عنا حبايبنا الموكو اللي كنا بنعرفها شباب بشخصية العين الهاكر تمام. هالشخصية كنا شباب بتعرفوا يعني اغلبكم ولا اغلبكم ما بيعرف شباب، يعني رح نشرح لكم الشخصية حبايبنا. الشخصية هي لما نضرب على العدو تمام بيطلع العلامة فوق اسمه تمام. ركزوا على الاسم شو مكتوب، شو مكتوب عندنا. ضع علامة على الأداء واطلق عليهم النار، يعني لما نضرب يعني بين شباب الاسم يعني اوكي ما بدنا ندخل بالتفاصيل اوكي حبيبنا، بس الاكثر من هيك شباب ركزوا لي كثير حبايبي على العادية تمام. ركزوا لي على العادية شباب، معنا هون 5 ثواني يا شباب لما نضرب على العدو بيبقى علامة فوق اسمه لمدة 5 ثواني اوكي يا اساطير. رح ندخل نفرجيكم ليك، رح ندخل على التدريب اوكي ورح نشوف مع بعض. ليتس جو تدريب، يلا ندخل طولوا بالكم رح نعرف كل شيء اوكي. نحن الان شباب بالتدريب اوكي، رح ندخل نفرجيكم شباب. مكتوب هون ليفل ماكس اللي هي ليفل 6 يطول 6 ثواني. ليش ما بيدخل هذا؟ ادخل يا ولد. وات يلا هيك دخل حبيبنا اوكي اوكي. يلا رح نشوف حبيبنا. طبعا عم بيصير انفصال بالمحاكي، ما اعرف شو عم بيصير مع المحاكي شباب اوكي. وين خلينا نركز اوكي. هون شباب عندنا هون العاديه اللي هي ليفل 1 شباب اللي هي يعني العاديه اللي بنعرف كلياتنا اوكي. طبعا هون شباب خلينا نشوف الوضع هون، خلينا نشوف شو عدو. طبعا كاتبين 5 ثواني تمام. رح ندخل شباب نرجع بالذكريات لفوق اوكي. خلينا بعد اول 3 بتجي عليه اوكي. هون معنا 1 2 3 4 يعني شوفوا شباب ركزوا معي يعني طول ما طلبتت انا لازم كنت يعني انا حابب اشوف واحد من بعيد بس ثواني شوي ثواني شوي طول بالك طول رح نشوف طول. ها هذا 1 2 3 4 5 5 ثواني بالضبط متل ما مكتوبين يا اساطير اوكي. يلا يلا خلينا نشوف مره ثانيه الثاني شي واحد ثاني معلم اوكي. هذا من بعيد 1 2 3 4 5 ابدا ابدا 5 ثواني شباب يعني ما في حبيب والله 5 ثواني بيعطينا معلم اوكي. راح نشوف على اللوبي اوكي اوكي يا ستي. هاي بالنسبه للموكو العاديه حبيبنا تمام. والان شباب الفتره يعني مو الفتره الفتره شو يا زلمه شو عم بحكي انا اوكي، يعني اقصد الفقره الشباب اللي رجعنا بالذكريات تبعوتنا للموكو اللي كلياتها بنعرفها الشباب. طبعا شباب موكو يعني 5 ثواني يا شباب شخصية يعني مستفاد منها كتير شباب. الأغلب لاعبين السنايبر، سنايبر ولا التلج أوكي، رومات كمان 4 ضد 4 كتير مهمات شباب بالنسبة لشخص يعني ممكن شباب شخصية ما نقدر يعني نستغني عنها أبدا أوكي. لا شباب هلا رح نجيكم بالمطورة، جهزوا لحالكم مثل ما أنتم شايفين. هلا هون عندنا المطورة حبايبي بلبسها الجميل ورقصتها المثل يعني كل شيء متغير شباب. لا شباب راح نشوف الصحوة تبعيتها اوكي. خلينا نطلع الشخصية شباب نشوف تمام. طبعا هون متغير عنا الاشكال وكل شيء متغير شباب اوكي. هذا الشكل الجديد. طبعا هذا اللبس الباقة تبعيتها يعني العادية تمام اللي طبعا هي عامله هيك معناها هيك شكلها العادي يعني شباب. الصراحه شباب لبسته المتطوره يعني عن جد شيء باللوز، يعني عن جد باللوز باللوز اللوز اوكي. والان رح ندخل على الصحوه شباب. طبعا هون الصحوه شباب في شيء كثير مهم بالصحوه. ركزوا معي، تدوم علامه الاعداء على المتدربين لفتره اطول عندما يتحرك العدو مثل الاعداء 6 حتى 6.5. يعني شباب يعني ضربنا عدو تمام 5 ثواني مثل ما بنعرف زائد 6.5 يعني شباب 11 ثانيه ونص. يعني شباب الصراحه الصحوه لازم بسرعه حبايبنا تعملوا المهمات يا اساطير، تعملوا المهمات وتلحقوا تجيبوها يا اساطير لانه عن جد شيء باللوس اوكي اوكي شباب. الان شباب رح ندخل جيم عادي جيم سولو يعني سولو مولو اوكي اوكي حبايبي. مثل ما انتم شايفين هون عندنا هي شخصيه موكو تمام. الصراحه شيء كل شيء باللوز تمام. هلا رح ندخل شباب وناخذ لوت عادي يعني ونكمبر يعني ونلعب بلعب رانكد عادي شباب مثل يعني مثل كل اللاعبين اوكي. يعني خلينا ندخل هلا معنا ونشوف اوكي. الان احنا بالطياره يا ساتير
تمام. معنا عصبية، اوكي معنا عصبية بالطيارة، اوكي اهلا وسهلا. معنا في ناس معصبين شباب بالطيارة حبيب والله. هل هيك شباب خلينا ننزل بمكان يعني ما يكون فيه كتير سكوادات. وين ننزل خلونا ننزل بشي مثل ما خدنا. خلينا ننزل وين الطيارة، خلونا ننزل خلينا ننزل هنا. يلا تسكن. طبعا الظاهر ما عندي نسر، تمام. والان يعني نشوف الاوضاع معلم. طبعا شباب ركزوا معي، يعني هلا راح تطول 12 يعني تقريبا 12 ثانيه راح نكون شباب، اوكي خلينا نشوف نص الثانيه هي، تمام. راح تطول 12 ثانيه يعني شباب لما تروح جاي على العلامه 12 ثانيه. يعني اذا انت سكواد والواحد معبى ورد تخبى ورد الثلجات معلم، ويد واحد من عنده موكو مطور وكذا عنده صحو يعني بين قوسين وهيك يعني معلم بالرومات، يا لطيف شباب. يعني خلص يعني راح تكون عين الهكر كشي يعني شاب. 10 ثواني ده عدد يعني رقم كبير يعني مش قليل. ليك خلينا ندخل هون شباب شفنا شي واحد، اوكي ما في حدا هون، اوكي وين الناس يا اخي وين الناس. هاي في واحد في واحد اوكي تمام. نضرب ضربه واحده بس ونشوف وضع معلم. ثواني شوي اطلع معلم، 5 ثواني قلنا صح، ان شاء الله ما يقتلنا معلم هذا. اوكي شوفوا اللاعب، شوفوا واحد اثنين، شوفوا شوف معلم واحد اثنين. ابدا انت راحت علي مع هذاك شيت مان، اجي لهون قتلني لوسي يا اخي. شباب انا ما بعرف ايش داخل رانكد، يعني داخلين نجرب، يعني داخلين نجرب مو داخلين يعني معلم والله بلعنا. اوكي يلا خلينا ندخل وحده سولو كلاسيك عادي، اوكي الوضع على رواق تمام. يعني حبيت انا بس افرجيكم العلامه بس يلا معي عشان ندخل لوحده عاديه ونجرب على رواق. اوكي يلا هالمره ان شاء الله ان شاء الله يمشي الحال. اوكي يلا بسم الله راح نجربها ولا لا معلم؟ راح نجربها ان شاء الله، راح نقدر نجربها. اوكي هي معنا واحد فوق معلم حبيبي والله، بس سلاح هيك منطقه زرقاء وشي كثير حلو شباب، بنقدر نجيب سنايبر او كذا يعني بينفع كثير تمام. يلا هات له هات له، شوف شي سنايبر. ما في سنايبر هون معلم؟ اوكي هي في كار، هي في كار افضل شيء شباب احسن شيء. اوكي يلا تعال. اوكي شباب ركزوا معي شيف، هذا ضربته طول بلا، راح اضربه ضربه لا راح، هذا اللي فوق طول بلا. اوكي ايه بلا هيد شوت هذا يا بوي. اصبر معلم اصبر من هذا المكمبر وينه؟ تعال نجرب عليك موكو، تعال نجرب موكو تعال. اوكي خلينا نشوف شي سنايبر هون. اولي هي سنايبر معلم تمام هي سنايبر. اوكي خلينا نجرب، انا راح حان وقت التدريب. هي ليكو هذا هو ليكو، ابلع. واحد اثنين ثلاثة شوف 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 ما خمسة ثمانية تسعة عشر ثواني طول شباب. ركز معي ليكو متخبي لساته متخبي، ابلع هي يلا روح شوف حبيبي والله معلم. شوفوا معي شوفوا كيف مكبر يا زلمة. شوف عبي دمك معلم عبي دمك، شايفين كم طولت شباب؟ يعني اكثر من 5 ثواني يعني شيل لوز برو. اصبر وينه؟ لساته متخبي هني؟ تعا 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 اوكي طولي بقى ابلع هاي يلا روح تخبى. شوف شايفين؟ يعني شوف الوقت، شوف الوقت شباب، شباب مركزين على الوقت ولا لا؟ حبيبي والله اتس كول معلم عبي دمك يلا روح تعال تعال خلاص تعال بدنا نخلصك من الوضع تعال يلا روح. شايفين شباب الصراحة الشخصية يعني الصحوة تشيلوز. اوكي معلم اوكي يلا نجرب على هذا الشباب شوف وضعه معلم. هو راح يكون ابلع هاي شوف واحد عم يتحرك لازم هاي ثلاثة أربعة خمسة. شايفين الوقت شباب؟ شايفين الوقت كيف عم يطول؟ عم يطول مكان موجود يعني شوف عدت الخمس ثواني يعني شايفين؟ عدت الخمس ثواني عدت. هاي واحد مرة شو عم يتخبى؟ تعالوا تعال هيك لا جابني قتلني يلا جي 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 جي. اوكي شباب الحلوين باختصار شباب يعني مثل ما انتم شايفين يعني الصراحه الشخصيه باللوز صراحه يعني شباب شفتوا بعينكم يعني نرجع نفرجيكم حبايبنا لما ندخل على الشخصيه من قبل بدون صحوه هي 5 ثواني يعني والان شباب صارت 11 يعني اذا اللاعب بس ضربته وتحرك شوي عم يتحرك يعني
وصلت يعني 11.5 من الثانية يا صديقي. يعني إذا مثلا سكوادين هاجمين عليك معناها بتضرب واحد وكذا خلاص فهمتوا علي شباب، مثل ما بتعرفوا شخصية موكو. أوكي يا صديقي، أنا متأكد شباب إنه هالشخصية ما تتخلى عنها أبدا، راح تنفعنا كتير بالأيام الجاي كتير كتير يا صديقي. سو ليتز أند جنتلمان حبايبنا الكرام، إن شاء الله استفدتوا بهذا المقطع حبايبنا. بتشكركم من القلب لوجودكم معنا ولكل دعمكم الأسطوري. بنشوفكم على خير، بنشوفكم على البثوث المباشرة على الفيسبوك، لا تنسونا باللايكات. أوكي يلا نشوفكم حبايبنا، باي باي.